نما التمويل الإسلامي خلال الأعوام الثلاثين الماضية مو ملحوظا ليصبح صناعة عالمية تمشي جنبا إلى جنب مع أنواع التمويل التقليدية الأخرى نظرا لتقديمه التمويل العيني والمعنوي إلى الأفراد والمنشآت بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. لكن يبقى انتشار التمويل الأصغر الإسلامي في الدول العربية ضعيف، يتمثل بعدم إقبال مقدمي الخدمات التمويل على تقديم خدمات التمويل الأصغر الإسلامي، بالرغم من أن ما يقارب ثلثي عملاء سوق التمويل الأصغر في العالم العربي يفضلون التمويل الإسلامي. تتمثل قيمة محفظة التمويل الأصغر الإسلامي بنسبة 14.2% من إجمالي محفظة التمويل الأصغر العربية. أما بلبنان فيبقى التمويل الأصغر الإسلامي ضمن حدود التجربة، بينما التمويل الأصغر التقليدي لا يلبي سوى 15% من حاجة السوق المحلي. وعليه ارتأينا وبنك البركة تطوير منتج جديد للتمويل الأصغر الإسلامي يتلائم مع متطلبات السوق من جهة وأحكام الشريعة الإسلامية من جهة أخرى. فكان منتج البركة مهنتي وليد هذه الدراسات والأبحاث والذي يتميز بالنقاط التالية. أولا، استهداف الطبقة الأشد فقرا والتي تقبع في الأرياف والمناطق النامية والتي لا تتوجه إلى المصارف، إنما نحن من سيذهب إليها عبر أكثر من 40 مندوب منتشرين على الأراضي اللبنانية. فيوفر البركة مهنتي للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للأفراد من موظفين وأصحاب مهن حرة تمويلا يتراوح بين 500 و15 ألف دولار، كما تعفيهم من الفوائد التي يضيفها التمويل الأصغر التقليدي والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 36% من قيمة القرض ولا تقل عن 16%. لذا يوفر البركة مهنتي حافزا لسكان الأرياف في البقاء بأرضهم وتشجيع القطاع الزراعي والحرف المنسية الأخرى ويقلص من خطر النزوح الريفي، وخاصة أنه المصارف بالإجمال ما بتقدر تقشع هالناس يلي هن بحاجة لهيك قروض صغيرة، لأنه منهم مقريين بالنسبة لها ومنا قشعتهم وما بيعرفوا أساسا يتعاملوا مع البنوك. لهالسبب نحن شفنا أنه ضروري نحن نروح لعندهم أحسن ما هن يجوا لعنا تنقدر نفهمهم ويفهمهم.